ايوه يا فندم. اتفضلي نجلاء معانا. ايوه نجلاء من الفيوم حضرتك. ماشي يا حبيبتي، اتفضلي قولي السؤال والبرج. البرج انا 30/10، انا اصلا مش عارفه برج ايه، عايزه اعرفه. 30/10 العقرب. 30/10 وودني 5/8. 8/5. 8/5. يا نجله عايزه تسالي ايه يا حبيبتي؟ ابني معلش تعبان، عنده حاله نفسيه كده. و ابنك عمره كام؟ عنده 6 سنين بس تعبان من فترة طويلة والله. ده ست سنين وعنده حالة نفسية. ايه الحالة النفسية 6 سنين؟ ده طفل بريء. نعم؟ ده طفل بريء، شلون عنده حالة نفسية؟ ممكن تكون كهرباء يا دكتور، عنده كهرباء؟ يمكن عنده كهرباء بدماغ. صح صح. عرضتيه على الطبيب؟ ما احنا عملنا له. عرضته على طبيب كتير والله. طب قال لك ايه؟ قال لي هو عنده صدمه عصبيه بسبب ان باباه السجن يعني، وغاب منه لحظه كده فقعد يفكر فجاب له حاله يعني في سبب باباه اتسجن وكده. أيوة حضرتك. ربنا يشفيه يا رب ويعفو عنه. وانا بالنسبه ليا انا ليا فتره انا حامل اصلا. هتجيبي صبي؟ هتجيبي صبي؟ هجيب صبي بجد والله. والله باذن الله. يلا ان شاء الله. معاني كان نفسي بنت، انا بحبك قوي يا دكتور نزيه. والله وانا كمان بحبك، بس بصي انا عايزه ابنك تاخديه عند شيخ يكون شاطر يقرا له قران. كل ما قريتي له قران هتخفف الكهرباء في جسمه. اهلا وسهلا فيكي. ميرسي على اتصالك. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكة معانا؟ اتفضلي يا ممكة. انا 8/7 وجوزي 1/1. 8/7 وجوزها 1/1. عاوز اعرف كل حاجه يعني. انت عندك مشاكل يا امك؟ انت وجوزك ايه بقى؟ انت صايره هالايام عصبيه وزعلانه ومكتئبه، في ايه؟ والله شويه مشاكل. ايه المشاكل؟ ايه المشاكل؟ تقول لك نفسيه. العين النفسيه الوحيده والله كده. انت المشاكل نفسيه ولا زوجك مشاكل نفسيه؟ احنا الاثنين والله. طب ما تقروا قران. تلتجوا لله. قري سوره البقره، قري سوره الضحى. هو انتوا عندكم ضغط، شوي ضغط مادي، الماده ان شاء الله ان شاء الله. بس اسالك سؤال، انت زعلانه من اهلك ولا زوجك زعلان من اهله؟ لا في مشاكل. 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 هي السبب اللي صاير عليكم ضغط، فروحوا تنازلوا وعملوا سلام بين بعضكم. اهلا وسهلا. ميرسي على اتصالك يا ممكة. الو. يجري الان تسجيله. الو. ماشي اوكي. ماشي المكالمة قطعت، رجعت اتصلي بينا تاني يا هدى. نكمل الابراج يا دكتور. هلا الحمل اول شغله لازم ينتبه على صحته. لانه بيصير عنده خلل صحي، يا مشاكل في الكولون، يا مشاكل في القلب. الحمل دايما عنده مشكله صحيه ينتبه منها، هي الزاويه عنده الراس، لانه عنده كهرباء زياده. وعنده كل الحمل كده يا دكتور ولا حسب العشريه؟ لا الحمل. الحمل لا، انا هحكي بالبرنامج المره الجايه. كل الابراج لازم ينتبهوا صحيا من اي ناحيه. بالنسبه للحمل عنده مشكله بالراس، يعني دايما عنده مشاكل في الوجع في الراس، وجع بالراس. وتاني مشكله لازم ينتبه من قسم القلب. القلب. وبعدين الفترة دي الحمل لازم ينتبه على ظروفه المادية. يعني شوي بيمر بظروف مادية صعبة شوية. التور لازم ينتبه على شريكه، لأنه التور إذا مرتبط في عندهم مشاكل بينه وبين الشريك. الشريك لازم ينتبه، وينتبه كمان على أمواله، لأنه يمكن يضع له حاجة أو ينسرق حاجة في بيته. الله أعلم. الجوزاء لازم الفترة دي أي ورقة حكومية، أي شيء من الحكومة ينتبه من الأمور الحكومية. بجوز عنده دعوة، بجوز عنده يقدم طلب للسفر، بجوز عنده مشكلة في الدائرة اللي عايش فيها اللي هو فما يتسرع في أي جواب، يعني يكون راسي شوية وهادي في تصرفاته. ويدور على مصالحه القادمة، لأنه عنده مصالح كتير حلوة. لازم يدور عليها، ينتبه لها. العذراء. السرطان. السرطان. السرطان اول كمان ينتبه. اولا السرطان داخل بحالات الاكتئاب. ثانيا عنده مشاكل مع الشريك او مع الحبيب. ثالثا عنده مصالح. بصي السرطان انا متاكده ان كان راجل وان كان ست عنده اوراق في المحكمه. فاللي رافع دعوى بالمحكمه من ابراج السرطان هو الخاصف.
مش هيربح بالدواء، وهي سبب الدعوة ورثي مش اي من المشاكل.